يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من بعد التقرير هذا. ضيفنا الحين مختص في التراث الكويتي وباحث في التراث والتاريخ الكويتي وخصوصا في العلاقات الكويتية البريطانية. رحبوا معاي بالأستاذ عيسى دشتي. أستاذ عيسى أبو يحيى، عيدك مبارك وتقبل الله طاعتك. أيامكم سعيدة منا ومنكم إن شاء الله، وعساكم من عوابه، عساكم العادين الفائزين إن شاء الله. أستاذ عيسى، قبل ما نبدأ باللقاءنا وأول سؤال يخطر ببالي الحين، العيد يا قبل العيد الشباب شلون كانوا يجهزون حق العيد؟ طبعا يعني الشباب كبار وصغار، حريم ريايل من السابق، طبعا الكل يبي يتذهب بالعيد، وهذه فرحة وعيد يعني عظيم والكل ينتظره، وفي عادات وتقاليد يعني تمارس فيه وكلها تدخل البهجة والكل يكون مستانس فيه، طالعين من شهر رمضان، من شهر عبادة، من يعني الصيام، وهذه فرحة كبيرة وعظيمة، فالكل يتذهب له سواء الأجيال القديمة أو حتى الأجيال الجديدة. ما اختلفت اللي هو الحرص ما اختلف، اللي هو الحرص فيه أنه ألبس أكشخ شيء، ألبس أيدت شيء، ألبس أحدث شيء، ما يعني ألبس شيء جديد، سواء من تفصال دشاديش، ولا أخذ حتى غترة جديدة، ولا مكرم السامع ومكرم الحذية أو النعل، يعني من الهندام كامل أكيد. يعني من الدشداشة للغترة، والحين طبعا تطور مع الساعات والأقلام والبواكة وهالأمور، ولكن تختلف من جيل إلى جيل أكيد. يعني أو أيام أول يعني أيام يدي ويدك كان همهم دشداشة، واللي عنده بشت واللي ما كان عنده بشت يدبر له بشت، لأنه كان شيء أساسي البشت في الزي الكويتي السابق. أيام أهبائنا لا، كان الغترة والقلم والنظارة، يوم بدأت النظارات تدخل الكويت والساعات وهالأمور، بعدين يأتي الأجيال اللي بعدهم. ليش؟ تتطور تزهيبات العيد مع حسب تطور الوضع الاجتماعي أكيد. مع حسب البيئة أو الأمور الحديثة اللي دخلت في الدولة أو دخلت في المجتمع، والمجتمع يا أما يتقبلها ويدخلها ضمن حياته اليومية أو أنه لا، ولكن هي التزهيبات هي وحرص التزهيب الشيء الجديد والشيء الجميل والشيء الكشخة، وأن الكل يبي يكشخ بأول يوم العيد ويتزقرت، فهذه كانت موجودة لدى الشباب القديم أو الشباب الجديد. أكيد بلا شك. طبعا أبو يحيى، إذا ذكرنا العيد ومناسبة العيد لازم نذكر أهم شيء يفكرون فيه الصغار والكبار، أي اللي هو العيادي. العيادي صحيح، قول لنا أكثر عن العيادي وأهميتها. طبعا العيدية هي يعني أبرز مظاهر عيد الفطر، ويعني واللي ينطرونها الصغار، واللي كبر راحت عليه يصير هو يعطي هم بعد وهم يقول ودي يعطوني، يعني يردون يعطوني أكيد. فالعيدية طبعا تختلف، يعني جيلنا غير عيادينا كانت، اللي قبلنا غير، اللي قبلنا هم غير، يعني على حسب الوضع الاجتماعي، على حسب الوضع الاقتصادي للأسرة نفسها، ولكن الأطفال خصوصا هم اللي ينطرون هذه العيدية. ومثل ما كنا نسمع في العيد القديم اللي هو على أيام أبوي، يعني واللي سمعناه أيضا من يدي، كان يحرصون في صغرهم أن يجمعون بيزاتهم، وكل من يعني يتنافس مع الثاني، أنا حصلت هالكثر، أنا حصلت هالكثر، وكان يصرفونها على وناستهم بسيطة، أن يشترون حلويات، ولا يروحون يلعبون بالدوارف، ولا يعني أشياء بسيطة كانت فرحتهم يعني على قدهم. بعدين مع تطور الوضع يعني صارت العيادي تختلف، يعني احنا يوم كان يعطونا مثال العيادي، كنا مثال نروح نشتري فيها الألعاب، أو نروح فيها المسرحيات، أو نروح فيها السينما، ولا نروح فيها هالأماكن. فيعني والجيل الحالي هم تعطيهم أنت العيادي وهم لهم اهتماماتهم. أنت أبو يحيى وين تصرف أكثر شيء قبل العيادي؟ أنا على هوايتي، يعني لك تجمع طوابع وما زلت تجمع طوابع يعني عندك الشغف والحب هذا حق طوابع من يوم كنت صغير. من إيه هذا، كنت يجمع الطوابع واشتري هالمجلات وهالكتب، من يعني من كنت أحب القراءة وايد، وأحب يعني الرسم، كنا نروح نشتري لها الكراريس والألوان، الأشكال ورناقها، يعني أكثر من نوع. والجزء الأساسي اللي أصرفه كنت على الطوابع البريدية، لأن هوايتي الأساسية هذه يعني وللحين محتفظ فيهم للحين، وأنا طبعا أمين سر الجمعية الكويتية هواة الطوابع العملات حاليا، ومحكم متدرب على هواة الطوابع، يعني هذه الهواية نمت معاي وصلنا حق احتراف فيها. لا هذا بالعكس شيء احنا نشجعك أكيد. عليه انه شيء أكيد. متميز وشيء جميل ان الواحد يكون له هواية ومحافظ على مقتنياته واغراضه.
زين الحين ابو يحيى لما نتكلم عن مظاهر العيد، اول يوم العيد دائما معروف ان الاهل يتزاورون ويقعدوا مع بعض، نشاط اول يوم العيد واضح. صحيح. ثاني يوم العيد يعني في ناس تختلف نشاطاتها، ممكن تقول لنا يعني شو النشاطات ثاني يوم العيد اغلب شيء؟ والله شوف، يختلف على الزمان ويختلف ايضا على ترتيب الاسره نفسها. يعني مثل ما قلت لك، لما نتكلم عن العيد ولما اقول لك في السابق لازم اكون دقيق اي حقبه، لان ما اقدر اعمم المعلومه. أكيد. والله اقول ان اول يوم العيد او ثاني يوم العيد الناس كلها تسوي هالشكل، لا، يقولك والله بفتره السبعينات غير، بالثمانينات غير، بالتسعينات غير، او الحين ايامنا الحاليه غير. تلقى الناس الحين اول ايام مثال بالوضع الحالي يعيدون على بعض، ثاني يوم العيد يمكن ثلاث ارباع العائله او الربع مسافرين، زين، يحاولون ان اول يوم العيد يكونوا موجودين، وخاصه اذا صارت عطله العيد طويله فيحاولون يسافرون فيها. فهي مثل اشياء يعني غيرت العادات القديمه، يعني اول ايام العيد اول يوم ما كان في سفر، اي يعني إيه؟ السفر قليل يعني، صح، ممكن إيه؟ يكون بس في ناس تسافر، صح، ولكن قد يكون قليل فتره الحين العيد. صارت عاده، الحين صار اكثر لانه إيه؟ صار السفر سهل، صار بمقدره الكل انه يقدر يسافر، فيعني الحمد لله. يعني هذه النقطه زينه ومو زينه الناس تشوفها، انه يعني خاصه ان العيد هو لمه الاسره والعائله والاصدقاء والاحباب، وانك تروح يعني عقب صلاه العيد تشوف الابو ياخذ عياله او الاخوان او الربع يروحون يدورون الدواوين ويباركوا لهم في العيد. ومثل ما انت عارف في العاده اول في السابق، والحين في بعض العوائل ملتزمه في غدا العيد المبكر يكون في الضحى العود، حاليا لا، اغلب العوائل مثلا غداهم يصير عقب الظهر. أيه. ففي عادات تبدلت، في عادات موجوده، ف يعني اقول لك عادات العيد وايام العيد تختلف من جيل الى جيل ومن حقبه زمنيه الى حقبه زمنيه. حتى في الفتره السابقه، يعني حتى في الفتره السابقه لما اقول لك اول، اقول لك متى اول، يعني اذكر لي الحقبه، لان كل جيل لا كان ذكرياته ومتعته وممارسته لعادات وتقاليد العيد، وكل جيل يتميز بشيء يعني. أكيد. زين ويحيى، احنا عرفنا الحين شنو هوايتك، اي نبي الحين نعرف شنو أبرز ذكرياتك بالعيد. اي اي قول لنا شغلات ما قلتها من قبل. يعني هذا يعني حالي يعني ايام صغرنا، يعني مثل البقيه كنا، اول يوم العيد عقب صلاه العيد ياخذنا الوالد ونروح حق الاسره، عمامنا، بيوت الخوال الخالات، نروح نعايدهم، سلم عليهم، غدا العائلة الرسمي أول يوم العيد، فترة العيد مع عيال العم تطلع تستانس، فترة في الليل نروح مطاعم برا، أو إذا ثاني يوم العيد عزيمة ببيت واحد من الأهل. فهذه كانت، وكانت فرصة أن نطلع، وعلى أيامنا كان نروح الترفيهية، مدينة الترفيهية، وبعدين بالتسعينات صار عندنا حديقة الشعب وبقية الملاهي ويوم البحار القديم اللي كان فيه الألعاب الشعبية القديمة. فهذه كانت أشياء موجودة يعني، وعشناها واستانسنا فيها. يعني نحن الجيل الجاي ما الجيل الحالي ما عندهم إن شاء الله الله يديم الأفراح على إن شاء الله. ولكن مثل ما قلت لك، كل جيل مميز بشيء. أكيد. يعني الحين الجيل الجاي بتقول له قل له يلبه ولا دورف، أو هذا عند هالآيباد ولا هالألعاب الإلكترونية عنده أفيد من أو نسلة من ما يلعب في هالشيء، يعني ما يطقطق بالآيباد وراكب. ولكن احنا نحب أنه دائما نربط العيد بالذكريات، ونربطها بالتراث، ونربطها بالتاريخ، أساس يتم تعزيز التراث والهوية الوطنية والقيمة الوطنية يعني لدى الأجيال الجديدة أو يعني الصغار في السن وكذي، إن شلون الفرحة القديمة في الكويت. أكيد. وهذه ليش؟ لأن هذه تعطين يعني شلون كانت الكويت أول، انطباع الذكريات، أبو يد شلون عاشوا في السابق. فهذه الأمور إن هم صح. لازم تحرص عليها العوائل انه يورون عيالهم تراث الكويت القديم، تاريخ الكويت القديم. اي نعم. والحمد لله يعني الحين مع المتبقي من المباني القديمه والاثار الموجوده يعني اللي خاصه بتاريخ الكويت، احنا يعني ندعو ان العوائل تحرص على زياره هذه الاماكن، زين، اساس عيالها هم تعرف زمنهم شلون كان. اكيد. ويحيى ذكرياتك بالعيد. طبعا يعني انا مو عتيج وايد، ولكن ان لحقنا يعني كانت ايام العيد عقب ما نعيد ونسوي التواجيب ويا الوالد ويا الاهل، كنا عاد نطلع اساسا نستانس بالاجازه مالت العيد. فكنا نروح حزتها، كانت المدينه الترفيهيه موجوده، يوم البحار القديم
كان موجود، وكانت فيه الألعاب الشعبية اللي هي القليلبة والدورفة والصندوق والتوب كرامة اللي كان الحمير اللي مزينينها ويرها عربانة وهالأمور يعني، وكانت فيها فرق، كانت يسوون فيها فرق شعبية ومسابقات. أنت كنت تحرص تروح؟ إيه كنا، إيه كان الوالد يأخذنا وإحنا صغار، كان يحرص يودينا هناك وكذي، كنا نستمتع. ليش؟ لأن نشوف الكويت، الجزء من الكويت القديمة اللي هم عاشوها، صح. يعني اللي عاشها أبوي وعاشها يدي، فكرة عن تراث، إيه فكرة عن تراث وهالأشياء الجميلة يعني. إحنا وإن شاء الله تكون إن هذه إنها تستمر، إنها تكون موجودة يعني. الحين الألعاب تحولت مكاين وحديد وشي، ولكن الطعم القديم أو يعني النكهة القديمة التراثية لها نكهة ثانية لما تعيشها وتجربها وتشوفها يعني كشكلها الحقيقي اللي كان موجود بذاك الفترة يعني. نتمنى أن احنا أن الأسر تحرص على أن تأخذ عيالها وهي تزور الأماكن اللي تعرض تاريخ الكويت، تراث الكويت، أساس أنه يصير تواصل يعني ما بين الأجيال، ويعرفون في السابق كيف كانت الكويت، والحين هم شلون عايشين بنعمة وبسهالة ويعني وبراحة وهالأمور. عسى الله يديم النعمة علينا، وعسى الله يديم الأفراح علينا أبو يحيى، وعيدك مبارك مرة ثانية. أيامك سعيدة، ومشكور أنك حضرت ويانا اليوم في حلقة برنامجنا العيد أول. مشكور على المعلومات القيمة، ونشكر لكم، شكرا للاستضافة، ونتمنى لك كل خير في المستقبل. حياكم الله وعيدكم مبارك. أعزائي المشاهدين، كان معنا أستاذ عيسى دشتي، مختص في التراث الكويتي، تحديدا في العلاقات الكويتية البريطانية وتاريخها. خلكم معنا أعزائي المشاهدين، راح نروح فاصل ونرجع.